أكد مدير الأمن العام ورئيس اللجنة الأمنية في الحج الفريق محمد البسامي جاهزية الأجهزة الأمنية لموسم حج هذا العام، وشدد خلال مؤتمر صحفي لقيادات قوات أمن الحج في العاصمة المقدسة على أهمية الالتزام بالأنظمة والتعليمات. أرحب بكم جميعا في مؤتمر قيادة قوات أمن الحج لهذا العام 1444 للهجرة، وبهذه المناسبة أرفع لقيادة الرشيدة الشكر والتقدير والعرفان على كل الممكنات اللازمة التي وفرت لخدمة ضيوف الرحمن. كما أود أن أشير إلى أن سمو سيدي وزير الداخلية اعتمد رئيس لجنة الحج العليا اعتمد خطط أمنية لهذا العام، خطة حفظ النظام والخطة العامة لمهام ومسؤوليات الأمن العام في الحج، والتي تضمنت على عدد من المحاور. أولاً، رفع الجاهزية التامة لمواجهة كل ما يمس الإخلال بالأمن أو النظام، ومنع كافة الأعمال المؤثرة على أمن وسلامة ضيوف الرحمن. كما تضمنت هذه الخطة تكثيف التواجد الميداني بما يضمن سرعة رصد كل أنواع الحالات والملاحظات الأمنية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة، واتخاذ كافة التدابير الوقائية لمنع وقوع الجريمة ومكافحة النشل وأي ظواهر سلبية تؤثر على أمن وسلامة ضيوف الرحمن، سواء في المنطقة المركزية أو في المشاعر المقدسة أو في مكة المكرمة بصفة عامة. تطبيق مبدأ الوقاية والسلامة لحجاج بيت الله الحرام من خلال تفويج الحجاج داخل المسجد الحرام والمنطقة المركزية. وبهذه المناسبة أشير إلى أن رجال الأمن أداروا بكفاءة عالية مهمة صلاة الجمعة لهذا اليوم، واللي بإذن الله كانت أحد التحديات نظرا لوجود جل الحجاج في منطقة في مكة المكرمة، ولم يتبقى في المدينة المنورة إلا 26,000 حتى هذه اللحظة. تضمنت أيضا الخطة على العمل على ضمان توازن حركة المرور في مراكز الضبط الأمني في داخل مكة المكرمة مع الطرق أيضا المؤدية إلى المشاعر المقدسة، تكثيف التواجد الأمني في مراكز الضبط على مداخل مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والطرق المؤدية إليها والطوق الخارج أيضا لضمان عدم وجود حجاج مخالفين، أو أيضا لضمان سلامة ضيوف الرحمن وأيضا ضمان سهولة الحركة المرورية في هذه الطرق. تضمنت أيضا إدارة وتنظيم الحركة المرورية في جميع الطرق، وإدارة المواءمة بين تنظيم المرور وتنظيم المشاة أثناء تنقلات الحجاج في المشاعر المقدسة، وأيضا تضمنت أيضا إدارة أسطول النقل بكفاءة عالية بالتنسيق مع وزارة الحج والجهات العاملة لنقل الحجاج في هذا الموسم. في هذا الإطار أنا آمل من ضيوف الرحمن أن يتقيدوا بخطط التفويج. الخطط التفويج هي أحد الممكنات الرئيسية لضمان أملهم وسلامتهم. ندرك تماما أن هناك كثافات عالية مليونية تتحرك لأداء النسك، سواء في يوم التروية أو التصعيد إلى عرفة أو العودة إلى مزدلفة أو الذهاب إلى يوم طواف الإفاضة يوم 10 وأيضا طواف الوداع، ولن ندير هذه الكثافات المليونية إلا بانضباط تام لخطط التفويج واللي بإذن الله تضمن أمن وسلامتهم.